بسم الله الرحمن الرحيم متابعينا، أسعد الله أوقاتكم، مرحبا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامجكم الإخباري الجزائر اليوم. التحق إذن اليوم بمقاعد التعليم الابتدائي أكثر من 5 ملايين تلميذ عبر ولايات الجمهورية في مرحلة أولى، إلى أن يلتحق أيضا التلاميذ الطور المتوسط والتعليم الثانوي. الانطلاقة الرسمية أعطاها الوزير الأول من باتنا هذه المرة، أين أشرف الوزير الأول عبد العزيز جراد على افتتاح الدخول المدرسي لسنة 2020-2021 من ابتدائية عبد الرحمن الأخضر بمدينة باتنا، التي عاين فيها عدة مشاريع ذات طابع اجتماعي واقتصادي. الوزير الأول الذي طاف بمختلف حجرات هذه المدرسة النموذجية تلقى شروحات حول الدخول المدرسي بعاصمة الأوراس، والتي هيأت له إدارة القطاع محليا كل التدابير اللازمة. بالمناسبة شدد السيد جراد على أهمية احترام جميع التدابير الوقائية من فيروس كورونا، مناشدا الأولياء على مساعدة الأطقم التربوية للحفاظ على صحة التلاميذ. الوزير الأول ولد معاينته لقسم نموذجي لاستعمال الألواح الإلكترونية أكد على ضرورة تعميم استعمال هذه الألواح في المؤسسات التربوية عبر القطر الوطني، وأوضح أن ذلك سيعمم بصفة تدريجية عبر باقي المؤسسات التربوية عبر كل ولايات الجمهورية. سيكون لدينا حديث حول هذا الدخول المدرسي من هنا في العاصمة وعدة ولايات أيضا من الوطن. يحضر معي اليوم في البلاطو كل من الأستاذ أقول عمر شاوش، أنتم مفتش إداري للتعليم الابتدائي بمقاطعة الرويبة وهراوة، مرحبا بكم سيدي. مرحبا، أهلا وسهلا بك. شكرا على تلبية الدعوة. شكرا. ويحضر معنا أيضا الأستاذ مصطفى كناي مدير مدرسة ابتدائية، مرحبا بكم سيدي. وشكرا على تلبية الدعوة أيضا. سيكون معنا عبر الهاتف كل من الأستاذ زيد بشير مدير التربية لولاية جيجل، وأيضا السيد عز الدين جيلاني مدير التربية لولاية وادي سوف، وأيضا الأستاذ العلاوي أحمد مدير التربية لتيزي وزو. قبل بداية النقاش أدعو ضيوفي وأدعو المشاهدين أيضا إلى متابعة هذا الموضوع حول ظروف اليوم الأول من الدخول المدرسي. الموضوع أعده الزميل عبد الله بوزاري. أكثر من 5 ملايين تلميذ التحقوا اليوم بمدارس الجمهورية. الإجراءات الخاصة بالبروتوكول الصحي الخاص بمواجهة فيروس كوفيد-19 تم تطبيقها بحزم وصرامة. ونغسل يدينا ولا نصافح بعضنا البعض. وعقموا لنا كاع ليكول، راني فرحانة بزاف وإن شاء الله يقلع علينا الله هذا الوباء. فرحان كي رانا اليوم دخلنا ليكول جديد وداروا لنا الكمامات والمعقمات وربي يحفظنا. الأسرة التربوية حرصت على تطبيق البروتوكول الصحي لتوفير كامل الحماية للتلاميذ عبر جميع مدارس الوطن، وهو ما لقي ارتياح الأولياء. حتى يعني ما صار الدخول والخروج كان مسطر من أجل يعني سلامة أبنائنا، ونرافقهم نعم كل يوم ونذكرهم كل يوم بهذه الإجراءات التي يجب أن يلتزم بها كل يوم، مثلا ارتداء الكمامة لا ينسوها. الدخول المدرسي لهذه السنة وعلى الرغم من الوضع الخاص الذي خيم عليه جراء أزمة الكوفيد، إلا أنه شهد إنجاز وتسليم العديد من المشاريع في القطاع. من الصور التي أعدها لنا زميل عبد الله بوزاري إلى الحديث حول هذا اليوم الأول من هذا الدخول. أبدأ معكم السيد بريك شاوش عمر، أذكر أنكم مفتش إداري للتعليم الابتدائي بمقاطعة رويبة وهراوة. ما هو تقييمكم للظروف التي رافقت اليوم الأول من الدخول المدرسي أستاذ؟ شكرا على الدعوة. مرحبا. ونشكرك حتى كذلك على هذا السؤال الوجيه. تقييم
اليوم الدخول المدرسي نقدروا نقولوا جارت هذه العملية جارت في أمور وفي ظروف حسنة. لأن كانت الأمور فيها تحضير مسبق بناء على توجيهات وتعليمات السيد الوزير التربية الوطنية وسيد مدير التربية للشرق الجزائر. يعني احنا قمنا بعدة تحضيرات. نعم. من مع السادة المديرين وكذلك السادة المديرين مع الأطقم الأساتذة التربويين يعني مع الأساتذة في المدارس الابتدائية. وهذا الأمور هذه تبدأ من خارج الأسوار تاع المدرسة. نعم. لأن الإنسان مش حتى يلحق المؤسسة مش نبدأ ونأخذ هذه الإجراءات. أولا درنا أمور ملصقات وإعلانات توعوية مش نهار الدخول هذا كما اليوم تكون الأمور سلسة ويكون فيها تكون منظمة ونكونوا متحكمين فيها. من هذا الجانب هذا الأساتذة المديرين يعني حضروا تقريبا 3 أيام ولا 4 أيام قبل هذا الدخول. نعم. علقوا قوائم فوجوا التلاميذ مش التلميذ كيجي للمؤسسة مش ما يكونش الازدحام. فتحنا المدارس يعني قولوا عدت عوض الثامنة صباحا بدأت على السابعة وربع يعني كانوا كنا نستقبلوا في التلاميذ مش يكون الدخول هذا ما يكونش اكتظاظ على أمام المدخل مداخل المدارس وهذا كما يقولوا داخل في البروتوكول الوقائي. كذلك حتى كذلك الأولياء وعيناهم وقلنا لهم باللي قد ما يكون هذا التباعد الفائدة تاعو والمصلحة التلميذ ولا والأستاذ وكذلك الأسرة لأن هذا المرض هذا ما راحش يبقى في المؤسسة راح ينتقل. جيد. وكان تفاهم هناك كان تفاهم يعني حقيقة. جيد سنتحدث عن هذا التفاهم وعن هذا التواصل ما بين الأولياء والأسرة التربوية لكن بس إلى هذا الفاصل ثم نعود. نعود إلى البلاطو وحديثنا حول ظروف الدخول اليوم الأول من الدخول المدرسي الخاص بالطور الابتدائي. تحدثنا في الأول عن العاصمة هذه المرة إلى جيجل. يلتحق بنا عبر الهاتف الأستاذ بشير زيد مدير التربية لولاية جيجل. سيدي مساء الخير، كيف كان أول يوم للدخول المدرسي وهل لكم أن تطلعون على الدخول المدرسي بالأرقام لموسم 2020-2021 لولاية جيجل سيدي؟ السلام عليكم مشاهدينا الكرام. ما ميز اليوم الأول من الدخول المدرسي هذه السنة؟ طبعا كما نعرف الظرف الصحي الاستثنائي، إلا أن الفرحة اقتصمت على وجوه التلاميذ العائدين إلى مقاعد الدراسة بعد غياب الجامعة أكثر من 7 أشهر، إضافة إلى ما لمسناه من أريحية عند الأولياء بعد أن اطلعوا على التطبيق الصارم والدقيق للبروتوكول الصحي الذي أقرته وزارة التربية الوطنية. نعم. في التطبيق مع وزارة الصحة والسكان والصحة والمستشفيات. حقيقة الأمر في اليوم الأول سجلنا التحاق أكثر من 54,000 تلميذ تم استقبالهم كما قلت وفق الترتيبات والإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس. وتم توفير كل الوسائل الكفيلة لتطبيق هذا البروتوكول فيما يخص وسائل التعقيم، أجهزة قياس الحرارة، المطهرات، وكذلك تزويد التلاميذ بمطويات تحسية في الموضوع، إضافة إلى تنظيم الفضاءات داخل المؤسسة بدءا بالساحة حيث وضعت مخططات تضمن هذا التباعد وعدم الاحتكاك بوضع أشرطة وحواجز مادية، وكذلك داخل المرافق الأخرى حجرات الدراسة والمطاعم وتنظيم الحجرة ب 20% حتى يكون تقارب بين التلاميذ. يعني ما ميز هذا اليوم عموما نعتبره في اليوم الأول نجاح حققه القطاع في جميع مقاييسه. جيد.
نعم. جيد، شكرا جزيلا لكم سيد بشير زيد مدير التربية لولاية جيجل، كنت معنا على المباشر عبر الهاتف. أستاذ مصطفى، كنا بصفتكم مدير مدرسة ابتدائية، اليوم كان الدرس الافتتاحي أو الدرس النموذجي الذي أصبح سنة حميدة في كل دخول. هذه المرة كان موجها إلى التلاميذ تحت عنوان الفيروس كوفيد-19. ما هي أهمية هذا الدرس أستاذ مصطفى كناري؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم على الدعوة. مرحبا. بداية وتطبيقا للبروتوكول الصحي تمت الأمور بسلاسة. أما من حيث الدرس التحسيسي حول فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، فهذه سنة يعني اعتادت عليها وزارة التربية، الآن هو موضوع الساعة. نعم. لقينا استجابة كبيرة من طرف التلاميذ، يعني كان عندهم تحضير إيجابي في هذه النقطة. الأساتذة يعني كانت لهم كلمة حول هذا الموضوع، قاموا بهذا الدرس على حسب المستويات، لأنه التلميذ التحضيري أو سنة أولى ماشي هو تلميذ سنة خمسة. نعم. أيضا هناك يعني ملاحظة أخرى، أنه كان حصة يومية يعني 5 دقائق الأولى تخصص لتوعية التلاميذ حول هذا المرض. جميل. والحمد تكون لله يومية يومية. نعم. يومية إلى جانب هذا الدرس اللي فيه ملصقات، استعنا بالملصقات، استعنا بالشعارات. وكانت الأمور يعني الحمد لله استجابة من طرف تنظيمية فيما يخص التفويج وغير ذلك. هل كل الأمور مهيئة أستاذ، سواء بالنسبة للأساتذة وحتى بالنسبة للتلاميذ؟ والله هو الدخول المدرسي عرس، والعرس لابد له من تحذيرات. نعم. التحذيرات كانت على قدم ساق، يعني ربما قبل 15 يوم أو أكثر، وهذا الفضل يرجع للطاقم التربوي. حضرنا التفويج، فوجنا التلاميذ واعتمدنا على المقياس البيداغوجي، لأنه باش ما تكونناش مشاكل مع الأولياء. الأمور درنا ملصقات في صبورات خارج المؤسسة كي يطلع عليها الأولياء. أيضا ربما استعملنا حتى وسائل التواصل الاجتماعي، يعني عندنا موقع مثلا للمؤسسة درنا فيه إشهار للتفويج. نعم. الآن اليوم يعني صباحا بدأت العملية مبكرا، نقوله كانت نسبة 80-90% كل التلاميذ يعني عرفوا الأفواج نتاعهم، إلا عدد قليل اللي هما ربما ما طالعوش أو كانوا بعد المسافة أو كذا. نعم. هذو احنا استقبلناهم، دخلناهم المؤسسات يعني يمكن أن لا نستقبلهم، وعطيناهم التوقيت الجديد ونقولوا أنجزنا نصف المهمة. جي. لأنه اليوم دخلنا الفوج ألف، غدا إن شاء الله ستكون المهمة ثانية ندخلوا الفوج باء لتجنب الاكتظاظ. جيد. أستاذ بريك شوش عمر، الآن لما نتحدث عن قضية الدخول المدرسي، أكيد في كل مرة تكون فيه مؤسسات جديدة. الآن ربما جرت العادة أن المؤسسات الجديدة فيها الأول تكون فيها بعض النقائص، لكن لاستثنائية الوضع النقائص غير مسموحة في وضع مثل هذا. هل سجلتم بعض النقائص أستاذ بريك شوش عمر في هذه المؤسسات الجديدة؟ لا حقيقة، يعني المدارس هذه الجديدة كيستلمناها نقائص، وين تروح تلقى النقائص، ولكن مقارنة بالإيجابيات يعني أغلبية الأمور كانت إيجابية. الهياكل متوافرة، متوجدة، الوسائل المادية متوفرة، يعني هذه المؤسسات الجديدة يعني تجهيز تاعها كان كله موجود. نعم. يعني من طاولات، صبورات، مكاتب، يعني ماشي الأستاذ كيدخل والتلميذ يلقى كل أريحية. وكذلك الجانب البشري، كذلك مديرية التربية على رأسها السيد مدير التربية الجزائر شرق والطاقم تاعو كذلك. يعني حقيقة إلى غاية اليوم، يعني حقيقة في البداية من قبل كنا شوية، يعني الإنسان دائما يكون هناك تحفظ ويكون هناك ارتباك، ربما قال ربما راح تصرى أمور وما استعدناش، لم تكن هناك الاستعدادات في المستوى. ولكن الحمد لله يعني الأمور كشفناها اليوم تبشر بخير. يعني الجهد هذاك اللي بذلناه من قبل والمجهودات من جانب الجماعات المحلية، يعني الإنسان ما ينكرش هذا، البلديات والدائرة وكذلك مديرية التربية، يعني زودت المؤسسات هذه ودارت كل الأشياء المهمة والضرورية وفرتها. كان بعض النقائص هذه ربما راح تتعالج تستدرك مع الوقت في 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 غضون أيام قليلة. يعني مثلا كما يقولوا كاين بعض الملاحظات، ربما كان عندنا شوية نقص في المنظفات، ولكن ماشي مع المنعدمة،
الوسائل مثلا وفروا لنا الوسائل هذه تاع الصحيه الوقايه نعم. والتعقيم وهذيك قياس الحراره نعم. ولكن ربما ماشي بالعدد الكافي، ولكن ربما هذا بالوقت نزيدوا راح تزيد هناك يعني تتحسن الامور. جيد، يلتحق بنا عبر الهاتف الان الاستاذ محمد مداحي مدير التربيه لولايه وادي سوف. مرحبا بكم سيدي، حديثنا حول ظروف اليوم الأول من الدخول المدرسي. أكيد ستقولون إن الظروف كانت جيدة أو حسنة أو غير ذلك، لكن سؤالي لكم أستاذ محمد مداحي، هل هذه الظروف الحسنة والجيدة كانت على مستوى كل مؤسسات التربية في ولاية وادي سوف، خاصة المؤسسات التربوية الموجودة في المناطق البعيدة على مركز الولاية أستاذ محمد مداحي؟ نعم، إذا بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كما تعلمون بأن الدخول المدرسي لهذه السنة جاء في وضع استثنائي، وهو في إطار محاربة تفشي وباء كورونا كوفيد 19، وأيضا جاء ببروتوكول صحي الذي أعدته وزارة التربية الوطنية بعد موافقة مصالح الصحة. إلا أن كل المؤسسات التربوية على مستوى الولايات كانت جاهزة وعلى أهبة واستعداد لاستقبال أبنائنا التلاميذ في هذا العرس الوطني، ليس عرس فقط في ولاية الولايات. خاصة تم التأكيد على تعقيم ونظافة وحسن سير دخول المدرسي على مستوى المؤسسات البعيدة عن مقر ولاية الواد، وخاصة بمناطق الظل. كل مؤسسات 444 استقبلت أبنائنا التلاميذ في ظروف حسنة وفي جو بهيج وفي جو ساده شوق الأساتذة للقاء أبنائهم، وتشوق التلاميذ أيضا للولوج إلى مؤسساتهم بعد 7 أشهر من الانقطاع عن الدراسة، إلا في مؤسستين فقط على مستوى الولاية، وتم تدارك الأمر في حينه. جيد، سيد محمد مداحي، ألم تسجلوا بعض النقائص التي عليكم استدراكها في الأيام المقبلة سيدي؟ طبعا طبعا النقائص يجب أن تسجلها ويجب أن نستدرك كل النقائص. هنا في ولاية الواد مشكور سيد الوالي وأيضا السادة رؤساء مجالس الشعبية البلدية على حرصهم على تحضير المؤسسات التربوية لاستقبال أبنائنا التلاميذ، خاصة في هذا الظرف الاستثنائي، لاستقبالهم في جو إن شاء الله سيكون آمنا لأبنائنا التلاميذ ولموظفينا ولأوليائهم. نحن من منطلق إيماننا بأن المسؤولية هي مسؤولية الجميع، ويجب على الجميع من أولياء وقطاع التربية وأيضا الجماعات المحلية أن تسهر على دخول أبنائنا إلى المدارس في جو آمن. تم تزويد المدارس الابتدائية من طرف مديرية التربية لبعض البلديات التي ربما عجزت نوعا ما عن توفير كل المستلزمات. تم تزويد المؤسسات بالمعقب الكحولي الذي كان قد تبقى من خلال الامتحانات الرسمية، وأيضا الكمامات، وحتى 210 من أجهزة قياس الحرارة لمدارسنا الابتدائية. كما قلت هذا انطلاقا من إيماننا بأن المسؤولية هي مسؤولية الجميع. جيد، يجب أن يكون تنسيق بين كل القطاعات كما قلت أستاذ محمد مداحي. شكرا جزيلا لكم أنتم مدير التربية لولاية وادي سوف، شكرا جزيلا لكم. أستاذ مصطفى، كنا أعود إليكم الآن. التحدي هو ليس فقط صحي وإنما التحدي هو أيضا بيداغوجي. بعض أولياء التلاميذ تخوفوا، مدام أنه فيه تخفيف في الحجم الساعي، تخوفوا من التحصيل المعرفي لأبنائهم. كيف يمكن أن نطمئنهم أستاذ مصطفى كناعي؟ والله أنا أرى فيه خيرا، لأن التلميذ ربما كان عنده حجم ساعي كبير نوعا ما، الآن عنده فرصة للمراجعة، فرصة لإنجاز الواجبات المنزلية، فرصة للتواصل عن طريق وسائل التواصل مع الأساتذة. نعم. ربما هذه فرصة لممارسة الرياضة في أوقات فراغه، وهذا ربما راح ينعكس ربما بشيء إيجابيا على مستوى يعني على مستوى جميع التلاميذ. فيش تخوف يعني على أنا لا أرى فيه تخوفا، ولكن هنا رسالتي للأولياء. نعم. أنا مساهمة الولي
في التحصيل العلمي مهمة ومهمة جدا، وذلك بالتواصل مع المؤسسة، بمساعدة التلاميذ في المراجعة، إلى غير ذلك من الأشياء التي ربما تجعله في أريحية. إضافة إلى ما قاله السيد المدير، وكذلك هناك المفتشين البيداغوجيين، يعني راهم هذه الأمور راهم ماخذينها بعين الاعتبار، يعني دايرين كل يعني البرنامج وديجا اجتمعوا مع الأساتذة وعطاوا لهم كل المعلومات الضرورية والهامة باش تكون سنة دراسية هذه. إن شاء الله في نهاية السنة راح تكون الدروس ويعني البرنامج، يعني إنقاص الحجم السعي لا يعني لا بالضرورة أنه حيأثر على الجانب المعرفي. لا لا لا، هو إطلاق. إنقاص الحجم السعي قابله إنقاص في عدد التلاميذ، وهذه حاجة مهمة ومهمة جدا. القسم اللي كان فيه أو الفوج اللي كان فيه 40 تلميذ أصبح 20 تلميذ، اللي كان فيه 30 أصبح 15. يعني وهنا توزيع الحصة سهل على الأستاذ، سهل عليه الرقابة، سهل عليه كل شيء. جيد. من جيجل ووادي سوف هذه المرة إلى ولاية تيزي وزو يلتحق بنا عبر الهاتف الأستاذ أحمد العلاوي مدير التربية لولاية تيزي وزو. سيدي مساء الخير، سؤالي سيكون حول الجانب البيداغوجي. هل تحكمتم في تفويج التلاميذ، وهل ألم تسجلوا نقائص خاصة في بعض المناطق البعيدة عن مقر الولاية سيد أحمد العلاوي؟ طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية تحية لك ولضيوفك الكرام وللسادة المستمعين. طبعا بالنسبة إلينا نحن هنا في ولاية تيزي وزو تحكمنا في الوضع في التفويض في كل شيء، وأن ولاية تيزي وزو يعني أغلب مدارسها في القرى يعني لا تحتوي على اكتظاظ كلي، تجد أن القسم ربما فيه 20 في أحيانا 16 بكذا. وبالتالي يعني عدنا عدة لقاءات مع السادة مفتش الإدارة ومع بعض المديرين، ودرسنا البروتوكول يعني الموجه إلينا في هذا المجال هذا. ووجدنا أن التطبيق يعني طبق بكل سهولة على في مجال التعليم الابتدائي، خاصة في ربما شوية في المجال النظام الدوامين، يعني الخروج على الساعة الخامسة والربع، ولكن أيضا وجدنا حلا نظرا لخصوصيات المنطقة، وجدنا حلا بحيث لا ينقص من حجم السعي لهذه الأفواج. جيد. أستاذ أحمد العلاوي، إذا سمحت حتى يكفينا الوقت، قضية أريد أن أثيرها معكم، وهي أن التلاميذ انقطعوا عن الدراسة لمدة حوالي 7 أو 8 أشهر. هل فيه يعني نظرة نفس للمرافقة النفسية للتلاميذ هناك في تيزي وزو سيدي؟ بالتأكيد هناك مرافقة نفسية جادة. اليوم كانت اليوم مثلا لقاءات مع الأساتذة في الدرس التحسيسي، في مرافقة نفسية، في تعليم التلاميذ كيف يواجهون الوضع، كيف يعني يتعلموا كيف يتأقلموا معه، في كل الأمور، في غسل اليدين، في كل في الأمور يعني في استعمال المطهرات، في استعمال الكمامات. وبالتالي أنا نقول الأمور يعني مشات بصورة عادية مشجعة، وأعطتنا أمل لأن إن شاء الله أن دخول المدرسة ينجح مثل ما نجحت الامتحانات الرسمية. جيد، شكرا جزيلا لكم الأستاذ أحمد العلاوي، أنتم مدير التربية لولاية تيزي وزو، شكرا جزيلا لكم. أستاذ بريك عمر شاوش، التحدي هذه السنة سيكون أيضا تكنولوجي إن صح التعبير، ربما سيكون فيه تعميم للألواح الإلكترونية كما جاء على لسان السيد الوزير الأول. ما هو رأيكم حول هذه الخطوة أستاذ بشير عمر؟ يعني حقيقة شيء جميل، ورانا نواكبه العصرانة. يعني الحمد لله، يعني الرقمانة هذه راه عطات لنا امور ايجابيه كثيره. سابقا كنا نخدموا بامور تقليديه، ولكن الان ما دام الامور راهي ترقمنت ويعني بدات تعطي الثمار تاعها، وهذا الامر هذا راهي كما يقولوا تكمله ان شاء الله، نزيدوا نلحقوا بالتلاميذ مش يزيدوا يواكبوا هذا الجانب التكنولوجي. هذا الوسيله هذه التكنولوجيه راح تساعد التلميذ، ونتمنى ان شاء الله تكون في اقرب وقت يعني
جيد أستاذ مصطفى. كناي الوحي الإلكترونية ما هي إلا وسيلة كما كان يقول الأستاذ أمريكا شوش عمر، لكن كيف ستساعد في التحصيل المعرفي للتلاميذ أستاذ؟ لا والله هي وسيلة تكنولوجية لا مفر منها. نعم. ولكن قبل نحن متأخرون نوعا ما. متأخرون نوعا ما، لابد من توفير شبكة الإنترنت لأنه هي الأهم في القضية. إذا إذا مدرسة غير موجودة فيها الإنترنت لا يمكن أن نذهب إلى اللوحة الذكية. طبعا هي أولا ربحا للوقت، تسهيلا للتواصل مع التلميذ. التلميذ أصلا يحب الصورة، يحب الصورة والصوت، يحب الألوان، تفاعلية. نعم. تفاعلية. هذه نظرها تكون إن شاء الله تجارب مفيدة لكل تلاميذنا إن شاء الله، خاصة هذا الجيل هذا يعني راه متمكن في هذا الجانب. يعني ربما راهم هاربين عن إلى، يعني نشوفهم تلاميذ يعني في السن 6 سنوات 7 سنوات ولكن متمكنين في هذا الجانب. يعني احنا كما قال السيد المدير، احنا ان شاء الله برك توفر لنا هذه الامور كما يقولوا الانترنت، لان عندك وسيله وتخصك وسيله اخرى كان يعني لم نفعل شيء. جيد. الان الوضعيه الصحيه لا يمكن التنبؤ بها وكيف ستكون في الايام القليله المقبله، ما الذي يجب فعله الان حتى يتم الحفاظ على نفس التدابير ولا يكون فيه تراخي ربما مع الايام؟ استاذ مصطفى كنايت. مع استاذ والله نحن انجزنا نصف المهمه اليوم. نعم. ان شاء الله غدا سننجز النصف الثاني وهو الاسهل، ولكن نتمنى وخاصه من السلطات المحليه انه تتجنب مثل ما تجندت في الأيام السابقة، لأن المواصلة على نفس الطريقة وعلى نفس الوتيرة سيسهل لنا الأمر. نذكر فقط أن السلطات المحلية ممثلة في الولاية والبلدية أيضا هي التي ربما تمد وتمون المؤسسات بهذه المعقمات. يعني نداءكم هو أنه ما يكونش فقط في الأيام الأولى وإنما على طول على طول الوقت إن شاء الله. احنا يعني حقيقة احنا اليوم مثلا درنا قمنا بخرجة ميدانية مع السيد الوالي المنتدب لرويبة، مع المجلس الشعبي البلدي لرويبة كذلك، وقمنا بزيارة الميدانية لبعض المدارس. نعم. يعني شفنا باللي راهم واقفين من هذا الجانب، والبلدية راهي موفر لنا، مش نقولوا الأمور يعني راهي 100% يعني ما ننكذبوا على أنفسنا مستحيل، ولكن كان هناك نية. وإحنا كذلك كقطاع تربية والسادة المديرين ومديري التربية رانا نتبعوا في هذه الأمور هذه، لأن أمر ضروري ما نقدروش نتغافلوا عليه ولا ناخذوه بسهولة. يعني الاستمرارية في هذه التوعية والحذر مطلوب، لأن لو كان ناخذوا هذه الأمور ومن بعد يكون هناك تراخي نقدروا نطيحوا في حاجة شغل هذاك الجهد وهذيك كاع الإجراءات اللي درناها تولي ما عندها حتى معنى. إذن الأمر المهم والضروري هو الاستمرارية في هذه التوعية وتوفير هذه الوسائل المادية والبشرية. يعني شكرا جزيلا لكم ضيفي الكريمين، الأستاذ بريك شوش عمر مفتش إداري للتعليم الابتدائي بالمقاطعة كل من رويبة وهراوة. شكرا جزيلا لكم سيدي على الحضور وعلى هذه الإفاضة أيضا، وأيضا الشكر موصول للأستاذ مصطفى كناي مدير المدرسة الابتدائية. شكرا جزيلا لكم أستاذ على الحضور وعلى الإفاضة، وشكر موصول أيضا لكل الأسرة التربوية وعلى رأسها الأستاذ الجزائري أينما كان. إلى باقي فقرات برنامج الجزائر اليوم. نعود إلى البلاطو إلى باقي فقرات البرنامج، إلى أخبار الاقتصاد وإلى الزميلة نيلة نوار. نيلة مرحبا.
مرحبا سيد أحمد، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى الموعدية الاقتصادية لنهار اليوم والمستهل. أكد المدير العام للجمارك نور الدين خالدي اليوم أن وسيلة الدفع التي يقترحها مشروع قانون المالية لسنة 2021 كتدبير لتنظيم عمليات الاستيراد ستسمح بالحد من ظاهرة تضخيم الفواتير بشكل كبير. وأوضح سيد خالدي خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني مخصصة لمناقشة الأحكام الجمركية لمشروع القانون بأن هذا الاقتراح جاء بعد دراسة من طرف لجنة عمل مختصة لإدارة الجمارك من أجل وضع حد لظاهرة تضخيم الفواتير والتي تتم بشكل ممنهج وتكبد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة. إلى خبر آخر، أفاد بيان للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بنك اليوم أن الصندوق جاهز لتسويق منتجاته الخاصة بالصيرفة الإسلامية بعد حصوله على جميع الرخص المطلوبة. وأن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بنك المزود اليوم بجميع الرخص الضرورية لا سيما رخصة بنك الجزائر وحصوله على جميع الشهادات المطابقة لدى الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء أصبح جاهزا للتسويق هذه المنتجات. رفع التحدي والعمل على مواجهة مختلف التحديات هو شعار شاب طموح من مدينة الأقليعة استثمر في مشروع إنتاج الورقي الصحي ويعمل على توزيع مشروعه مع توفير مناصب الشغل لمختلف الشباب. من العجل تفصل في الموضوع. محمد شاب رفع التحدي وجعل من صناعة الورق الصحي مصدرا لرزقه متحديا كل العوائق التي يمكن أن تواجه كل شاب طموح في هذا المجال. استفدت من قرض لونساج، أنا حامل شهادة ليسونس رياضيات، سي بور سا ما لقيت صعوبة في تسيير هذه المؤسسة. طموحاتي هي الحصول على دعم من الدولة باش نحول المؤسسة هذه إلى منطقة صناعية باش يكبر المشروع ونزيد في العتاد باش نكثر من القدرة الإنتاجية وتنويع المنتوج وكذلك توفير مناصب شغل. العمل على توسيع المشروع يعد من أبرز الأهداف التي يسعى محمد إلى تحقيقها مع دمج وإشراك الشباب في المشروع. راني نجي هنا باش نساعد ونخدم معاه في وقت الفراغ باش نتعلم ويعطونا نفذ خبرة وإن شاء الله المشروع هذا يكبر ونطلب من الله التوفيق. مرافقة الشباب في تجسيد أفكارهم على أرض الواقع هي اللبنة الأولى التي من شأنها الرفع من وتيرة النمو الاقتصادي. دوليا خفض البنك الدولي من توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرقية الأوسط وشمال إفريقيا إلى انكماش بواقع 5.2% العام الحالي، مقترحا إنشاء سوق رقمية مشتركة بالمنطقة تساعد على تخطي التداعيات السلبية لجائحة كورونا. سجلت سلة أوبك المكونة من الأسعار المرجعية ل 13 نفط خام منها الخام الجزائري تراجعا طفيفا لكنها بقيت متماسكة عند مستوى 41 دولارا. غادة الاجتماع 23 للجنة الوزارية المختلطة لمتابعة اتفاق أوبك خارج أوبك المنعقد الاثنين الماضي. وصلت السلة المرجعية لأوبك إلى 41.4 دولارا أمس بعد أن كانت قد استقرت عند 41.38 دولارا بداية الأسبوع الجاري. ارتفعت أسعار الذهب اليوم بفضل تفاؤل حيال إمكانية توصل مشروعين أمريكيين لاتفاق بشأن حزمة مساعدات لمتضرري كورونا قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، الأمر الذي أضعف الدولار وعزز إغراء المعدن الأصفر كأداة للتحوط في مواجهة التضخم. وارتفع الذهب في السوق الفورية ب 0.5% ليصل إلى 1916.61 دولارا للأوقية. وفي الختام مشاهدينا وكالعادة إطلالة على صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري نتابع. We'll be right back.
نهاية أخبارنا الاقتصادية، شكرا لكم مشاهدين على كرم الإصغاء والمتابعة. في أمان الله، تتمت أخبار برنامج الجزائر اليوم مع زميل سيد أحمد. عودة إليك سيد أحمد. شكرا لك يا زميلتي نيلة، ونلتقي في مواعيد اقتصادية مقبلة بحول الله. إذن كما تابعتم منذ قليل مشاهدينا، كان لدينا نقاش حول الدخول المدرسي وظروف اليوم الأول. الدخول المدرسي بطبيعة الحال الخاص بالطور الابتدائي، كان لدينا حديث مع المفتش التعليم الابتدائي، المفتش الإداري لمقاطعة هراوة والرويبة، والذي أكد أن كل الأمور سارت على ما يرام مع تسجيل بعض النقائص التي سيتم تداركها مع الوقت. كانت لدينا اتصالات أيضا مع كل من مدير التربية لولاية جيجل، مدير التربية لولاية تيزي وزو، ومدير التربية أيضا لولاية وادي سوف، تأكيد أيضا على أن يتم تعميم هذه الظروف الحسنة على طول العام الدراسي، وخاصة على كل المؤسسات التربوية في كل مناطق الولاية بما فيها مناطق الظل، مع التركيز أيضا على التحدي الجديد وهو التحدي التكنولوجي، مدام أن رئيس أو الوزير الأول تحدث عن تعميم الألواح الإلكترونية تدريجيا في كل مؤسسات الجمهورية. بعد الفاصل لدينا لقاء مع أخبار الرياضة. إلى الرياضة وإلى إسماعيل ميلودي. مرحبا إسماعيل. تحية لك سيد أحمد ولكل المشاهدين في هذا الموعد الرياضي، كما عودناكم حصاد رياضي متنوع في هذه الفقرة. نستهل بأخبار الكرة الصغيرة، حيث بداية أعلنت الاتحادية الجزائري لكرة اليد إيقاف تربص المنتخب الوطني المقام حاليا بالجزائر العاصمة، والذي كان مقررا أن يستمر إلى غاية 25 من الشهر الجاري، وذلك بعد اكتشاف إصابة 5 أشخاص من المجموعة بسبب كوفيد-19، وحرصا على ضمانة وضمان سلامة باقي المجموعة، تقرر إنهاء هذا التربص على أن يبرمج في موعد لاحق. في كرة القدم، تعقد يوم غد بداية من الساعة 10 الجمعية العامة العادية للرابطة المحترفة لكرة القدم بسيدي موسى، بداية من الساعة 10 أقول، وفي اجتماع الرابطة سيتم المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي لموسم 2019. ولمزيد من التفاصيل نربط الاتصال عبر الهاتف مباشرة بالسيد فاروق بالقدوم الناطق الرسمي للرابطة المحترفة. سيد بالقدوم، إذ كنت معنا مرحبا بك عبر قنوات التلفزيون الجزائري. السلام عليكم وبارك الله فيكم. شكرا استضافتك. نعم. سيد بالقدوم، بداية، ما هو جدول أشغال الجمعية العامة وأهم المستجدات التي يمكن أن تكون في هذا الموعد؟ هي جمعية عامة عادية، c'est pour la présentation du bilan moral et financier تاع سنة 2019. راح تكون مجلس عادية، وان ميم طون كما يعرف العام الخاص هي نهاية عهدة أولمبية ونهاية عهدة الرابطة المحترفة، وكذلك في نفس الوقت راح يكون لا بريزونطاسيون ديال كوميسيون دو كونديداتور و كوميسيون دو ريكور. فوالا، هذا هو أهم النقاط اللي راح يتطرق عليها أعضاء الجمعية العامة تاع الرابطة المحترفة إن شاء الله. نعم، بنظر إلى أيضا انتشار الوباء أو ظاهرة وباء كوفيد-19، ما هي الإجراءات التي يمكن أن تتخذ والتوصيات التي ستكون في جدول أعمال هذه الجمعية، أقول بالنسبة للأندية للموسم الجديد؟ لا، هي بروتوكول سانيتير كان أعطى من طرف طبيب الفيدرالية، تدير المثل الفيدرال، كل المعطيات كانوا هما البروتوكول سانيتير عند الفرق، يعني دوك على الفرق ان شاء الله هما اللي تطبيق على ارض الواقع كل
البروتوكول سانيتير. احنا كجمعيه عامه اللي راح تكون غدوه كذلك عندنا هناك يعني هناك معطيات يعني بروتوكول صحي كما هو معتاد يعني ديستانسياسيون. طلبنا حتى من اعضاء الجمعيه العامه باش يكون هناك باكسان بي سي ار لكل اعضاء الجمعيه العامه. هناك يعني باش نديروها يعني في الهواء الطلق يعني كل هذا باش نجنبوا الوباء اللي نطلبوا ربي ان شاء الله يرفعوا علينا ان شاء الله. إن شاء الله. إذن شكرا لك على كل هذه التفاصيل. كنت معنا مباشرة سيد قدوم عبر الهاتف وتقديم هذه التفاصيل. مشاهدينا نبقى دائما مع أخبار كرة القدم حيث يواصل فريق أولمبي أشلف تحضيراته للموسم الجديد وسط ظروف تنظيمية محكمة. كيف يستعد الأولمبي؟ نتعرف على ذلك في هذا التقرير لعمر جمعي. بتشكيلة مكتملة دخل فريق أولمبي شلف تربصه التحضير الأول بعدما أجرى اللاعبون الفحوصات الطبية التي كانت سلبية. الطاقم الفني ركز في هذا التربص على الجانب البدني. التحضير تبدينا ل 6 اكتوبر بدايه بلي تيست بي سي ار ومن بعد دخلنا ديريكتومون في لا بريباراسيون من 6 حتى لو 22 نكملوا حتى لو 22 اكتوبر ان شاء الله. زيد على هذا درنا لي تيست فيزيك فان كذلك بنعرفوا ليطا فيزيك تاع اللاعبين سو لو بلون فيزيك. نظن بلي اللاعبين جاونا راهم في حاله لاباس بها سادير كنا باسكو كنا في التواصل بيناتهم. اللاعبون الجدد اندمجوا مباشره مع الفريق بعدما وجدوا الدعم والمساندة من الركائز. التحضيرات تجري بظروف عادية وجيدة مع اللاعبين لا بريبار تاعهم قاديجان معنا مع فانا عنصر الخبرة ان شاء الله نديروا لي ديفيد ولي فيه خير بيجي ما شاء الله. الإدارة وفرت لنا كامل الوسائل ان شاء الله نقولوا كلمتنا هذا الموسم ونلعبوا على الأدوار الأولى ان شاء الله. رايحين كما حبة يا طابار يا طابار انا اون فوا بار جور من ليزونترينمون ان شاء الله دوزيام ستا ان شاء الله اون فونطامي لو بي كوتيديان ان شاء الله. بعدما استعاد اللاعبون بعضا من لياقاتهم البدنيه يبحث الطاقم الفني على رفع رتم التحضيرات مع وضع برنامج خاص قبل العوده للمنافسه. رايحين تدريجيا في التحضيرات نتاعنا بمعدل حصه في اليوم نظن باللي ابارتير ديمونش ان شاء الله لو 25 راح ندخلوا في مرحله اخرى هي تاع زوج حصص في اليوم ان شاء الله. أولمبي شلف يتطلع هذا الموسم للعودة بقوة للواجهة ولما لا المنافسة على الألقاب. نعم عودة بقوة تكون دائما باتباع البروتوكول الصحي والإجراءات الوقائية من أجل تجنب الإصابة بفيروس كورونا ودائما مع تحذيرات الأندية والبروتوكول الصحي الذي تطبق الأندية خلال تربصاتها العين. هذه المرة فريق شبيبة سكيكدا وفي اتصال هاتفي مع مدرب الفريق يونس افتسان تحدث عن الظروف والإمكانيات. نفس الصرامة نفس الانضباط خاصة الطاقم الطبي والطاقم الإداري اللي كانوا سهرانين على كل صغيرة والكبيرة. اليوم الحمد لله لا ما عندنا حتى مشكل. رانا نتدربوا عاديين وانا داخلين دخلنا في الدوزيام فاز. الدوزيام فاز ان شاء الله على الجانب البدني التركيز راه اكثر على الجانب البدني وبعض من لي سيونس اللي نقول الجانب التكتيكي والجانب التقني. انا نظن لما اللاعب يكون كونفيني ويكونوا كاع الوسائل موجوده في الفندق وتكون الصرامه تاع الطاقم الطبي والطاقم التقني على اللاعبين باش ما يغادروش الفريق ما يغادروش الفندق ولما الطاقم الطبي يبقى سهران على البروتوكول خاصه في الغرفه ماشي غرفه الملابس في البيت في الفندق وين اللاعبين ما راهمش زوج راه كل واحد في البيت ديالو. هنا اللي تسمح باش نقول اللاعبين ما يكونوش مصابين. نعم من اخبارنا المحليه نمر الى اخبار لاعبي المنتخب الوطني ومستجدات محترفين وما يصنعونه مع انديتهم في الدوريات الاوروبيه. احمد سويلح والمزيد. النجم الدولي الجزائري محمد فارس مدافع نادي لاتسيو الإيطالي يلفت أنظار الجميع بعدما ساهم في الفوز على ضيفه بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب الأولمبيكو لحساب الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
المدافع الجزائري قدم أداء مقبولا في أولى مشاركاته الأوروبية، لعب 90 دقيقة كاملة تحصل من خلالها على تنقيط 6.7 حسب موقع هوسكورد العالمي. نبقى مع مسابقة دور أبطال أوروبا التي تعرف مشاركة 3 لاعبين من المنتخب الوطني، حيث تنقل رامي بن سبعين رفقة مونشغلادباخ إلى إيطاليا لمواجهة الإنتر، في حين يستقبل رياض محرز لاعب مانشستر سيتي التنين بورتو البرتغالي بملعب الاتحاد. أما العرب هلال سوداني وبعد غيابه الطويل عن الميادين بسبب الإصابة عاد إلى قائمة نادي أولمبياكوس اليوناني المستدعات لمباراة أبناء الجنوب الفرنسي مارسيليا. وفي منافسة الأوروبا ليج تواجد اسم الثنائي الجزائري يوسف عطال وهيشام بوداوي بقائمة ناديهما نيس التي تشد الرحالة إلى ألمانيا لمواجهة بايرن ليفركوزن ضمن فعاليات الجولة الأولى من ذات المسابقة. نعم، مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسانس دونت في السجل الجامعي. الجامعي يقول لفائدة الترويج الإعلامي لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستستضيفها مدينة وهران في جوان 2022، وهو البحث الذي قامت بإعداده الطالبتان من جامعة وهران كعمل يعد الأول من نوعه موجه لهذه التظاهرة الرياضية العالمية. المزيد في سياق تقرير بالمهدي بالمال. هو أول بحث جامعي موجه للترويج الإعلامي للحدث الرياضي الذي ستحتضنه وهران في سنة 2022 بمناسبة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط في نسختها 19. الفكرة كانت من منطلق أنه كنا بغينا نديروا حدث يكون للبلاد مليح، ونديروا نحثوا الشباب باش يديروا دراسات كيفنا. اختارنا هذا الموضوع لأنه موضوع جديد وسيكون لديه صدى على التراب الوطني وعلى العالم إن شاء الله. فرحة نيل شهادة الليسانس من خلال هذا العمل الجامعي المحفز تقاسمت فرحته الطالبتان معدتا البحث مع الأسرة الجامعية والرياضية. وحنا ربما كناخذوها كنقطه انطلاقه باش نخدموا على هذه الورقه هذه اللي قاموا بها الشبان، لانه بهذه الجزائر لازم تعتمد على شبانها سيما الرياضيين ولا الطلاب باش هذا الدور المتوسط تكون ناجحه ان شاء الله. احنا ان شاء الله هاد الشبيبه اليوم توقف معنا والعرس نتاعهم والفرح نتاعهم، وماذا بينا يجانبونا وحنا اي مبادره مرحبا بها. وهذه الألعاب هذه اللجنة التنظيمية راها مفتوحة للجميع. تسليط الضوء على ألعاب البحر الأبيض المتوسط إعلاميا ودراستها من الناحية النظرية وإسقاطها على الناحية التطبيقية عمل جد جيد من ناحيتي أنا كأستاذ جامعي أتمن هذا العمل. وهران المطلة على أكبر بحر وإحدى عرائسه كانت محور الصورة النموذجية التي حاولت إسقاط البحث الجامعي على الواقع المؤسساتي. في أخبارنا الدولية، تستأنف اليوم مباراية الجولة الأولى من دور أبطال أوروبا بمواجهة قوية أبرزها مواجهة حامل اللقب بايرن ميونخ لأتلتيكو مدريد. قراءة في برنامج اللقاءات في تقرير عبد العزيز بن سلم. قمة مباراة اليوم الثاني من منافسة دور أبطال أوروبا تلك التي تجمع حامل اللقب بايرن ميونخ بضيفها أتلتيكو مدريد الإسبانية. البافاري أنهى استعداداته بتعداد مكتمل باستثناء المهاجم سيرجي جنابري المصاب بفيروس كورونا. المدرب هانس فليك وضع آخر اللمسات لتسجيل انطلاقة قوية أمام ناد إسباني عنيد. الأتلتيكو يريد تحقيق نتيجة إيجابية في مستهل مشواره الأوروبي معولا على خبرة لاعبه الجديد لويس سواريز. المجموعة الرابعة ستشهد صداما هولنديا انجليزيا. ليفربول سيرحل الى امستردام لمواجهة الاجاكس، وسيكون ضيفا ثقيلا ومتطلعا للعودة بنتيجة جيدة امام خصم لطالما شكل له صعوبة في المواجهة التي جمعتهما. اما ريال مدريد فيستهل مشواره ضمن المجموعة الثانية باستقبال شاختار دونيستيك الاوكرانية. النادي الملكي يغيب عنه مدافعه راموس بداعي الإصابة في مجموعة ستعرف أيضا حوارا قويا بين إنتر ميلانو الإيطالي وبوروسيا مونشنغلادباخ الألمانية. وفي المجموعة الرابعة يستضيف مانشستر سيتي الإنجليزي بورتو البرتغالية.
السيتي سيدخل المواجهة منتشيا بفوز محلي على أرسنال بهدف دون رد، ويريد تعويض خروجه المبكر من المنافسة في النسخة الماضية أمام ليون الفرنسية، ومتطلعا لتحقيق انطلاقة مثالية وحصد النقاط الثلاث. نعم، وفي هذه الأثناء انطلقت مباراتين من هذه الجولة. ريال مدريد الإسباني منهزم في هذه الأثناء بثلاثية 0 أمام شختار دونيتسك الأوكراني، والتعادل الإيجابي هدف لمثله بين نادي ريدبول النمساوي ولوكوموتيف موسكو الروسي. جولة الآن عبر العالم ومتفرقات رياضية جمعها لنا سفيان هني في هذه الورقة. مختصراتنا الدولية نبدأها بالألعاب الأولمبية التي ستقام بطوكيو عام 2021، حيث أظهر استطلاع أجرته الحكومة اليابانية أن حوالي 80% من المتطوعين قلقون بشأن انتشار فيروس كورونا، لكن الحكومة واجهت ذلك بإنشاء عناصر مكافحة العدوى وتدريبها عبر الإنترنت، وهذا لضمان بيئة آمنة. دائما في سياق أولمبياد طوكيو، قال مسؤولون بريطانيون إن قراصنة من روسيا استهدفوا دورة الألعاب الأولمبية بهدف تعطيلها. وزارة الخارجية البريطانية أوضحت أن الاستخبارات العسكرية الروسية نفذت عملية استطلاع إلكترونية ضد مسؤولين ومنظمات معينة. تأكد رسميا غياب الصربي نوفاك جوكوفيتش عن دورة ماستر باريس للتنس، بينما سيشارك في دورة فيينا. للتذكير، فإن نوفاك يحمل ذكريات سيئة في آخر مشاركة له في باريس بعد هزيمة قاسية أمام الإسباني رافائيل نادال. من الكرة الصفراء إلى الساحرة المستديرة، حيث قرر نادي بايرن ميونخ استبعاد لاعبه سيرج غنابري من مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا بسبب إصابته بفيروس كورونا. أخيرا، وقبل أيام من عيد ميلاده 80، قال نجم كرة القدم البرازيلي بيليه إنه سعيد وبصحة جيدة، وأنه كان يتطلع دائما للمضي نحو الأمام. نعم، وقبل الختام نعرج على أخبار الملكة الصغيرة والمرحلة 17 من طواف إيطاليا للدراجات الهوائية الجيرو، مرحلة فاز بها الإسترالي بان أوكونور قاطعا مسافة 203 كيلومتر بين مدينة باسانو ومادونا ديكو بيغليو في زمن قدره 5 ساعات 59 دقيقة و59 ثانية، وبمعدل سرعة فاق 34 كيلومترا في الساعة، متقدما النمساوي إيرمان بارشتاينر في المركز الثاني، في محل ثالثا توماس ديغنيت من بلجيكا. هذا ويبقى القميص الوردي بحوزة البرتغالي جواو ألميدا متصدر الترتيب العام، والذي احتل في هذه المرحلة المرتبة 15. الوصول للمتسابقين والدراجين كما نشاهد، وكما ذكرنا بان أوكونور الذي فاز بالسباق، إلا أن نتائج هذا السباق لم تؤثر على صاحب القميص الوردي كما قلت البرتغالي جواو ألميدا. مشاهدينا، بهذه الأخبار نكون وبهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام حصادنا الرياضي لنهار اليوم. شكرا على المتابعة، وأعود إليك سيد أحمد. شكرا لك زميلي إسماعيل ميلودي، نلتقي في موعد إخبارية رياضية مقبلة بحول الله. بهذا نصل إلى ختام هذا العدد من برنامجي الجزائر اليوم. غدا يلقاكم زميلي العربي بن سلام، أنا فألقاكم في موعد مقبلة بحول الله. إلى اللقاء.